مشغول فين؟ بص مشغول فوق ازاي؟ يعني مش شرط ان هو بيتقسم عند الميدل اوف ذا فان. خلاص؟ انا بقى بخب لازم ابقى ذكي. اللي رايح لاترال ده يبقى كوبر بيرونيل. ريليتد للبايسبس تمبل على طول. خلاص؟ والميديال ده تيبيال تيبي. وسميته ده دكتور بالله. كوبر بيرونيل. كوبر بيرونيل. وده تيبيال. يبقى اللي على اللاترال سايد كوبر بيرونيل رفيع. الاضخم منه التيبيال بيبقى ميديال. دكتور الكومن برونيه ينقسم قسمين سوبرفيشال ودي تمام كده للانتيرير للانتيرير ولا اللاترال بالضبط اللاترال سوبرفيشال ولا انتيرير دي صح تمام انتيرير دي هذا السوبرفيشال برونيه طالما شايفينه طالع كده وسوبرفيشال كده سوبرفيشال الديب بيبقى هنا ايه بالانتيرير كومبارتمنت بين ال مش باين هنا كويس خلاص تمام كده ايه البصل ده هيت اللي انا بسيط لا 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 توهد هذه لا 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 عفوا 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 ها لا لا اللي هي بروتينيه لونجس 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 طب ليه عليه قلت عليها بيرونيس ليه عليه قلت عليها بيرونيس لاترال لانه لاترال خلف اللاترال بيرونيس المس في بصل هيد وفي بصل ديب لها بين البريفيس وبين اللونجس البريفيس تحت الطويله دي اللي تكون هنا شوي هي البريفيس البريفيس اللي هي بقى بتبقى نزافه اللي برا خلاص يعني اللي برا لونجس اللونجس ايوه واللي ديب بريفيس بالضبط خلاص طيب نشوفه كده مع بعضينا ايه البصل ديت تندا توم تيبيال صح كده والنيرف والفيسلز اهو الفيسلز اهي والنيرف صح اللي هو التيبيال نيرف صح ولا لا خلاص يبقى تيبيالس بوستيريور فليكسور ديجيتورا لونجاس فليكسور هالوشيس لونجاس خلاص باقي البلانتا في حاجه ثانيه غيرها بلوتيوس بلانتا طيب دكتور هذا صغير لا هو بس طيب ارقى شويه طيب بصوا شباب ايه ده هذا الميديال هيد اوف اسمها هذه شو اسمها بوبليتياس ميديال هيد اوف كاستروس كاستروس لا شايلينها شايلينها عشان ايه عشان برضك انا تعرفوا انا بشاور على حاجه انا عارف بشاور على ايه بس هي مستخبيه بفشل اللي نقول عليها بوبليتيال فشل انا بوبليتيال هذه طبعا بوبليتيس بصوا شباب ادي الميديال سايد اهو ادي التيبيا ودي الفيبولا التيبيا الابر اند بتاعتها هنا ماسكه فيها الايه البوبليتيس باسل اللي انتم شايفينها ده هي اهيت ورايحه ماسكه هنا ايه لاترالي خلاص اللي بتسوي الانلوك الانلوك خلاص طبعا دهيه البصل دهيه الايه الجاستروليس بصل شو هيك والبلانتريس خلاص البلانتريس مش باين تمام اتفقنا النيرف ده يبقى تيبيال نيرف سواء هنا اسمه تيبيال نيرف خلاص سواء هنا اسمه تيبيال نيرف تيبيال او بوستيريور لا التيبي الكوبل بيرونيا مش باين هذا ده ده سوري معلش ما بقول لك يعني لازم الواحد ياخد باله من حته السرعه الكبير والصغير عشان فيها لخبطه بقول لك حتى احنا ممكن تطلع غلط خلاص فهنا عندي هنا ايه بص لاترال اهو كوبل بيرونيل شايفين يبقى ده التيبيال في الميديال واللي لاترال له ده كوبل بيرونيل دكتور لو سحبت طبعا ده الايه الفين ولا الارتري الفين والارتري جنب بعض بس لازقين في بعض هنا اهو اقدر افسح اللي الديب هو الارتري الارتري بيبقى ديب شايفين؟ ايوه شايفين؟ الارتري الجيب والفين ايه؟ سوبرفيشال دكتور لو سحبت التيبيا يطلع معاك الايه؟ التيبيا التيبيا النيرف لو سحبته يطلع لا مش هيطلع معايا ليه بقى؟ اعطي برانشز للجاستروكلينس
واعطي برانشز للبوبليتيس والبلانتاريس والسوليس والارتيكولار برانشز للجوند، فمش هيطلع بقى خلاص. انما ممكن يتقطعوا دكتور، هذه مين واضحه الصراحه ايه اللي مش واضح فيها؟ لا لا اقصد يعني التندون وكذا كلها نفس اللون هذيك. اقول لك على حاجه، ايه ده؟ هذا التيبي وده كومن بروبلم يعني يلخبطوك. ها؟ لا لا ما كانهم، لا لا بس اقصد انه كان كنيرف يعني. ده صحيح كنيرف يعني هذا اتلخبطت هنا. ايوه هنا ايه ده؟ تيبيا نفسه كله سيريور تيبيا خلاص. وهنا طبعا هنا مش باين اساسا صح كده. طبعا انا مش هقولها لكم عشان ما تنكرش خلاص كده كفايه. بس وانا باين حاجه برضه يعني مثلا لو سالتكم على ده ايه ده؟ ديجيتورم والهولوشيس. طب دي ايه دي بقى؟ هذا اللي مكان هذا هي لا لا تيبيانس انتيريور. ايش هي؟ تيبيانس انتيريور مش اول واحده؟ صح؟ تيبيانس انتيريور اكسسور هولوشيس لونجس اكسسور ديجيتورم لونجس اهي. والبريستر شو اسمه؟ البريستر شو اسمه؟ واضحه جدا. هذا الاكستنسر جروب لا سبير اكستنسر الحين احنا لا مو سهلة مو بسطير. تعال شوف البيزا عجبكوا دي يعني؟ دي عجبكوا دي؟ كله عشان اوضح شوي. شباب تعال يا شباب ايه ده؟ هذا جاسترو جاسترونيميس جاسترونيميس الله ما قلته بالاختبار. وجي هذه سولياسس سولياسس والاثنين مع بعض اكيلس. زين ايه هذا بقى؟ خليكم بقى يا حاتم اكيلس. ايه البصل ده؟ هي هذه بوبليتيس. بوبليتيس صح كده؟ صح. احنا دلوقتي ايه لاترال وبيتشيو صح؟ لا لا هي واخده من تيبيا اهي ورايحه لاترال كده. بالضبط صح؟ طب شايفين البلاصل ده اهيت بس كبيره شويه عن اللي وريتها لكم قبل كده. البلانتس لا البلانتس بس كبير محترم ماشي؟ ايه الدرف ده ايه؟ هذا كومون 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 سونيا كويس. هنا في باصل اهي لونجس وباصل جيب لها هذه اللونجس بين اللونجس وبين البريفيس اللونجس الطويلة هذه انا بسكها اللونجس واللي جيب لها البريفيس. جي اي جي هذه شو اسمها؟ تي بي انا عندي الاربع تندون بتوعهم الاربع تندون بتوع الاربع صوابعهم وفي واحد خامس اهو شايفينه؟ اكنه جزء من طيب ماشي قل اسمه دكتور بيروريسترشيس اه رايحه ماسكه في الفيرس بتاعت الكوره بيروريسترشيس خلاص في البيس بتاعت الفيرس بتاعت الكوره. طب هذا مش هتمشي ايه فرش؟ خلاص على خير خلاص تبع الميتا تاسس بتعمل حاجتين فيرجن واكستنشن الفيرجن او الدورسيفليكشن. ايه فيرجن ايه فيرجن هي ماسكه هنا هتعمل يعني لو انا كده هتعمل كده كده هذا على برضه كده ايه فيرجن وكده ايه فيرجن. طب مين اللي يعمل اللي يعمل ايه فيرجن اللي هو الفيرجن بيرونيا ثلاثه بيرونيا سلوكس بريفيس ترشيس خلاص واضحه يا شباب؟ هذول والانفيرجن اللي هو ديجيتورم الانفيرجن لا تيبيانس اساسا ماشي. طيب نيجي بعد كده هنا بصوا يا شباب ورا اللاترال مانولس طبعا البيرونياس لونجس وبريفيس في البيرونيا الريتراكلا برضك موجوده هنا يا شباب خلاص سوبيرو انفير بيرونيا الريتراكلا هوريها لكم في النظر اكتر يعني اللي هو ده يعني خلاص. طبعا هنا الفليكسور ريتراكلا مقطوع هنا نعم ماشي. طب ايه اللي بقى هنا؟ السيروتيبيا شايفين؟ فين التيبيانس في السيروتيبيا؟ اللي في هذا هو اللي اقرب واحد للتيبيا دي شايفينها؟ بالضبط خلاص ودي؟ ديجيتورا ديجيتورا والتخيله دي الهلوشيس الهلوشيس بالضبط
خلاص. وفي بينهم النيرف وال هنا بقى بين ديت وديت النيرف والفيسلز ادي النيرف بالضبط اللي هو التيبيال نيرف ويكون الهولوشيس بوستيريور لي او عفوا انتيريور لل للتندو اكيلس اكلنس الاكيلس تندو اكيلس تندو اهو قدامها بالضبط خلاص ماشي يا شباب وده فليكسور ريتراكتور شو سهل اللي عامل بتاع بره ايه طبعا سؤالين الحين سوينا كذا عندنا مشكله فيه كابتن لا تسمون اه لا لا ما لهاش اسم بالفيت تبقى مليان بالفيت شكرا لك طيب عفوا عفوا يصير فيه زي الكابوس كابوتان سندروم مثلا هنا ساعات ساعات تصير اسمها ميتا كارسل مش تصير اسمها ميتا كارسل ها ميتا كارسل سندروم ميتا كارسل اه بقول على ميتا كارسل سندروم لا هو ترسل ترسل اه ترسل طالين سندروم ترسل طالين سندروم هو عامة يعني الانجرز بتاعت اللي هو الممبرير انجرز مش كتير انها اشهرهم الكوبر بلوري اشهرهم الريفيرجن هذا زي البرونيشن البرونيشن او البرونيشن لا 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 البرونيشن والسبايديشن بيحصل في الريجو اندوم صح؟ ده بقى بيحصل في الريفيرجن تيلو كارتينيو ريفيرجن جوينت لا مش في الانك الريفيرجن والريفيرجن مش في الانك الانك يحصل فيها فليك في الدورس فليكشن والبلانتا فليكشن بس خلاص السب تيلر جوينت في 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 الجوينت في الفوت نفسه هي اللي بيحصل فيها الريفيرجن الريفيرجن والريفيرجن الريفيرجن يعني الترسنس ما بيتحركش في الترسنس ايه الكارتيرياس ما بيتحركش كده في بولز ارتكيوليتنج بقى هي اللي بتتحرك يعني معناته لها ريليتد بال جوينت يعني انا باجي اعمل ما اعرفش انت لسه ما خدتوش المهمين عشان اشوف لما بتعمل سب تيلر سب تيلر انفيرجن انفيرجن بعمل ايه بمسك الكعب الرجل كده وامسك كده واعمل احرك كده واحرك كده ايوه هو ده ده الانفيرجن والانفيرجن يبقى دي ما بتتحركش اجمعني اللي قدامها هو اللي بيتحرك اللي هو الانترا ميتاترسال جوينت هو بص انت عندك سبعه ترسل بوت خلاص ترسل بوت في سبعة بالدندون كالكيرياس وتيلس وجوين الكالكيرياس بتتحرك ثابتة اللي بيتحرك عليها بقى التيلس والنافيجنال بول والكلام ده بيتحركوا عليها يعملوا لنا الحركة ايه كده اه يعني دي ستة والبوتز اللي عندها ارتكوليشن بقى هي اللي تعمل الانفيرجن والانفيرجن ايوه ايوه بس خلاص يعني انا اتصور دكتور انه له دخل سوي احنا نسوي فيرجن سوي فيرجن لا تكفى سوي فيرجن يا اخي لا دخل قسم بالله بس بالوش الفيرجن حاتم قبل قبل اسك بس كذا اي فيرجن اذا سمحت لعمرك تتصور اثناء التصوير ايه انت لك ساعه اتصور واتصور واتصور عندي تصور اقول اي لا تتصور مو بوقت تتصور وانت ما قلت لك خربة علنا قدام الطلاب ما قلت لك عندي تصور انا قلت هو يقول خدعه عموما عندك مشكله الراجعه لاني ترى ما عندي اجابه